طيب نبتدي. السؤال الاول the diagram shows solenoid X اللي على الشمال which carries a constant current ماشي جواه current moving with constant speed away from Y بيتحرك على الشمال اهو along the common axis of the solenoid. Electromagnetic induction will result in a current in the wire MN الناحية التانية عند Y عند MN و force between X و Y في هيحصل force بينهم. المطلوب عايز الكرنت والفورس اتجاهاتهم ايه؟ لو عايزين تتناقشوا مع بعض مفيش مشكلة. diminishing ولا constant؟ الكرنت بيقل ولا ثابت؟ عبد الرحمن من سنتر 911 بعد دقيقة ونص تقريبا، بعد نص دقيقة تقريبا و10 درجات. رأيك؟ الإجابة إيه ده؟ وأنا أقول إيه أو بي أو سي أو دي؟ إيه أو بي أو سي أو دي؟ اختار. أقول الفكرة بتاعتي؟ قول الإجابة وبعد كده نشوف الفكرة بتاعتك. طيب إن شاء الله الإجابة يبقى كده. لا على طول أنت دوست البازر يبقى أنت اخترت. ثواني بس انا ما كنتش فاهم. الفريق الثاني عنده فرصه، عنده فرصه يفكر، عنده فرصه يختار، التايم واقف. ها يلا عبد الرحمن ثاني واحده. يبقى ان شاء الله تبقى ان شاء الله يبقى تبقى دي كونستنت من ان الام وريبالشن. الاجابه خاطئه. عندكم فرصه، سنتر تاسك عنده فرصه. ها الإجابة؟ A diminishing من N ل M وأتراكشن؟ صح. متأكدين؟ إجابة صحيحة، عندكم 10 درجات. برافو. ده مين اللي فكر في الإجابة؟ احنا كلنا كلكم مع بعض؟ تمام. أدي السؤال الأول، عايزين نركز. نشوف الاختيارات ونركز كلنا مع بعض. السؤال الثاني X and Y are two metal rings of equal weight. في الصورة في X و Y وزنهم زي بعض. But a slit is cut in Y. Y في قطع. They are dropped between two magnets as shown. هيقعوا بين اتنين magnets north و south. Which of the following is correct? دوس. لا عايز بعد كده الناس تدوس، تفضل دايسه على طول. هم داسوا الاول فعلا، بس عايز الناس تفضل دايسه على طول. طيب سنتر تاسك عنده اجابه. ها احنا دوسنا على البازر. لا مش ندوس على البازر، نقعد نفكر. ها هو يعني مبدئيا الواي اكيد، الواي هتبقى فاستر عشان ما فيش فيها هتبقى فاستر، فبس فبوث يبقى فور ان both fall with acceleration. الاثنين هيقعوا باكسلريشن، بس واي عنده larger acceleration. طب 9 هنا عنده اجابه ثانيه ولا لو عنده اجابه ثانيه نفس الاجابه هي الاجابه. مبروك، اجابه صحيحه. كمان 10 درجات لسنتر تاسك. بس عايزين نتفق، دوست على البازر اجاوب، مش هدوس على البازر هنا افكر في الاجابه. اوكي طيب السؤال الثالث in the shown figure 6 volt supply of negligible internal resistance. البطارية دي ملهاش resistance. Which of the following gives the range of voltage that could be obtained between P and Q? عايز الفولتج ما بين P و Q. سنتر 911 مصطفى الشتاوي داس على البازر وبيدي المايك لهبة. هو ال 6 فولت دي هتتقسم اكيد على الاثنين مع بعض. 6 فولت هتتقسم على الاثنين مع بعض، بس البورت اللي تحت هياخد اكتر، فهتبقى 6/50. ايه اللي انا قلته ده؟ سوري سوري. طب الاجابه ايه؟ طيب يعني الاختيار هيبقى ايه ولا انت لسه هتحسبيها؟ هو انا كنت حاسبها كالكريتور ده بره اوت اوف ذا رول. لا انا عايز الناس تكون خلاص حسبت وخلاص اختارت. طب الاجابه ايه؟ اوكي هتبقى 5 number 1 2 3 4. number 3 من 1 ل 5. متأكدة؟ إن شاء الله إجابة خاطئة. سنتر تاسك عنده إجابة؟ 0 ل 5. ها عندكم تجابه؟ 0 ل 5. من 0 ل 5؟ متأكدين ولا بالحظ؟ متأكدين ان شاء الله. شكلها كده؟ صح ان شاء الله. اجابه صحيحه. كمان 10 درجات عند سنتر تاسك. 911 عايزين نركز، عايزين كلكم مع بعض، مش عايز 2 بس اللي يفكروا، عايز كذا حد يفكر. السؤال الرابع: الهيدروجين اتوم represent in the given diagram E1, E2, E3, E4. Emission of blue associated with the transition of electron from E4 to E2. من E4 ل E2 ده blue. Which of the following could be associated with the emission of red light? تاسك زاد الأول. سنتر تاسك. ماثيو. 3. Choice 3. من E3 ل E2. طب ليه من E3 ل E2 صح؟ عشان أقل حاجة. عشان فيزيبل لايت. أقل حاجة. علشان أقل حاجة من رد. إجابة صحيحة. كمان 10 درجات. تاسك كاسح. إحنا عايزين نشد شوية. عايزين نعيم. السؤال الخامس. The given diagram shows how a rectangular coil is dropped between pair of opposite magnetic poles. في coil واقع between اتنين magnets. For instance of frame هوريكم 4 صور as it passes between the magnetic poles are shown below. هوريكم 4 صور الشكل. Which of the instant will the EMF induced in the coil be greatest؟ أنهي هيبقى أكتر كهرباء؟ أنهي أكتر EMF؟ 911 ها؟ دي وهو بيقع تحت. هبه متسرعه شويه ولا كل الناس فريق متفق على كده؟ هي قالت دي، هي داست وقالت دي. انتوا موافقين على الاجابه؟ مش موافقين. هبه تتحمل المسؤوليه. اجابه صحيحه لهبه. اجابه صحيحه 10 درجات لهبه. قالت ايه؟ قالت ايه اصلا؟ هي قالت لا سوري 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 لا 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 انا اسف. هي دي وطلعت بره خالص. لا دي طلعت بره خالص. لا دي بعدت اصلا عن الماجنتيك لاينز. انا اسف. لا هي مش دي، هي بي ولا ايه؟ بي. اجابه خاطئه برضه عن سنتر تاسك. اكتر واحد بيقطع الماجنتيك لاينز، وقعت منكم ال10 نقط دول وهنا وهنا. اكتر واحد بيقطع ماجنتيك لاينز وعنده سرعه اكتر هو سي. دي عنده سرعه اكتر من سي على فكره، بس هو بعد عن الماجنتيك لاينز، وهو خلاص ما بقاش قاطع ماجنتيك لاينز فبقى بعيد جدا. فسي قطع اكتر ماجنتيك لاينز باسرع حاجه. وقعت مننا دي. السؤال السادس بيقول لي تشارج بارتيكل موفز. بارتيكل عنده تشارج بيتحرك and doesn't affected by any magnetic force، ومش بيتاثر باي magnetic force. بيسال so we can conclude that. ركزوا قبل ما حد يتسرع. سنتر تاسك داز على البازر. مينا مينا عنده رأي؟ ها. 2. نمبر 2. البارتكلز موف بارل تو ماجنتيك فيلد. فكرت فيها كويس. فكرت فيها كويس. انتوا جاوبتوا ودوستوا على البازر. الفريق كله متفق على ده. إجابة خاطئة. سنتر 911 عندكم فرصة. 4. إجابة صحيحة. إن مفيش ماجنتيك فيلد وكمان بيموف بارل. أنت فكرت في واحدة بس ونسيت الثانية، إن هو بيموف بارل صح، بس كمان ممكن يكون مفيش ماجنتيك فيلد، فبالتالي مفيش ماجنتيك فورس. ها ابتدينا نشد أهو. 911 خد 10 درجات. هو اللي فات ما حدش خد حاجة صح؟ لا اللي فات كان صفر، ما وقعت مننا إحنا الاتنين. نمبر 7. The given diagram shows how two identical solenoids S1 S2 are suspended. التو solenoids دول suspended متعلقين so that they may swing freely. بيتحركوا براحتهم. What happens to the solenoid when the switch K is closed؟ هيحصل ايه للتو solenoids لما نقفل السويتش؟ ركزوا في الصورة، ركزوا في الأسلاك. بصوا على الدايركشنز بتاعت الكرنت. عايز يرسم يرسم، عايز يعمل دايركشنز. السؤال ابتدينا نفكر فيه اهو. بصوا يا جماعه هو عدى نص دقيقه. سنتر تاس داس البازر بعد النقاش. ها ماثيو مسؤول عن البازر ولا ايه؟ انا البازر بس. البازر بس. مين اللي هيجاوب؟ مينا 3 choice 3 they move away from each other. عملتوها ازاي؟ لأن الكرنت في واحد هيبقى ماشي بعكس الكرنت اللي في التاني. تمام. هيبقى هنا مثلا نورث وهنا نورث فهيعملوا نورث ونورث يعملوا ريبالشن. تفكير كويس بس للأسف إجابة خاطئة. ها؟ فور. فور ليه فور؟ يبقى الكرنت طالع لفوق هنا اللي طالع لفوق برضه قصدي هيبقى نازل لتحت على اليمين فيعملوا اتراكشن زي بعض. هنا هيبقى فيه ان وهنا هيبقى فيه اس. هاني بيقول هنا هيبقى فيه ان وهنا فيه اس. طب ايه السبب يعني اللي قالوا ايه الغلط اللي قالوا مينا؟ هيحصل اتراكشن هنا مش هيحصل ريبالشن. هيحصل اتراكشن عشان هنا الكرنت ماشي كده فهيبقى ماشي الناحيه دي كده. برافو عليكم اجابه صحيحه 10 درجات من المهندس. الغلطه بتاعت مينا بس الغلطه بتاعت مينا ان اللي انت قلته كله صح بس لفه السلك هنا عكس لفه السلك هنا. ده الاختلاف اللي قلت لكم ركزوا على الاسلاك. لفه السلك ده مختلف عن لفه السلك ده. هم خدوا بالهم من الحته دي. طيب كده بقينا كام؟ النتيجه كام؟ 20 40 لتاسك 20 91 ابتدى يشد شويه. ها السؤال اللي بعديه if the photon energy in beam A is double energy of photon in beam B في اتنين beams A و B A الانرجي بتاعته double so the ratio of momentum A على B. عايزين تحسبوها قوانينكم. ناين ون سبق خد البازر. طارق عنده إجابة؟ ون هاف. نمبر ون هاف. تاسك عنده إجابة؟ لو عندك احتفظ بيها. عندك إجابة؟ متأكد يا طارق؟ بالمشاورة مع بعض. للأسف إجابة خاطئة. السنتر تاسك تبقى 1/4. 1/4 عملتوها إزاي؟ عشان لما تبقى دبل فهتبقى الفيلوسيتي الدبل بس في سكوير عشان ليه ايكوال زي ام في سكوير. تمام. والام برضه هتزيد فهتبقى 1/4. تفكير يعني معقول بس للأسف إجابة خاطئة. راحت منكم أنتوا الاتنين. فيلوسيتي إيه اللي دبل لما ده فوتون؟ فيلوسيتي إيه اللي دبل؟ ده فوتون السرعة بتاعته ثابتة. هنا ام سي وهنا ام سي سكويرد. هنا ام سي وهنا ام سي سكويرد فالسي كونستنت اصلا. فكر في الام بس. فعشان المومنتم دبلد الماس دبلد الانرجي هي كمان دبلد. الاجابه نمبر 3. الاجابه نمبر 3 وقعت مننا احنا الاثنين دي. كنتوا انتوا قريبين من الصح. انتوا كنتوا قريبين من الصح يا بس اتقلبت معاكم. نمبر 9 The diagram shows the variation with time of the magnetic flux phi through a coil. Which of the following graph best shows the variation of EMF مع التايم؟ سنتر 911 فاي مع تي وعايز الاي مع التي. هتبقى دي. هتبقى تشويس دي. ياه هيبتدي من نيجاتيف تحت؟ دي جبتيها ازاي دي؟ الماجنتيك فلوكس بتبقى لما يبقى ده لما يبقى الماجنتيك فلوكس كده او بيربنديكولار بيبقى الالكتروموتيف فورسز الانستنت بتاعته زيرو. اها. فهيبدا بعديه بحوالي 90 ديجري وبعد كده بيبقى فاريشن بقى كده. برافو يا هبه اجابه صحيحه 10 درجات سنتر 911. برافو عليك. كده وصلنا لكام؟ 40-30. فاضل سؤال هيبقى الفيصل. يعني تعادل ولسه طبعا في الريتن معانا. يعني تعادل يا حد يتفوق على حد. فرصه لتاسك فرصه ان انا ممكن تكاتش الموضوع. السؤال العاشر resistance between P and Q in the circuit shown is chapter 1 series parallel. كير ان في جراوند يمين جراوند شمال وعايز الريزيستنس ما بين P و Q. اللي عايز يرسم اللي عايز يحل كير عشان دول 10 درجات مهمين. قدامنا وقت. في جراوند يمين جراوند شمال بين بي وكيو عايز الريزيستنس. تبقى كده معاك كالكوليتر معاك ورقك ارسم في وقت. مصطفى، لا مصطفى هنا دايسين الاول، نور منور عندهم، ده منور عندهم، انا منور اشوف بقى اقول لك ايه. خلينا ندوس على البازر. ها ار اوفر 2 اول واحده. ار اوفر 2 مفيش واحده ار اوفر 2؟ لا في ان شاء الله اول واحده ار اوفر 2 دي اكوردنج ان انت خدت الار اللي فوق والار اللي تحت وبس، ما خدتش اللي بره. ما خدتش اللي بره. اجابه بس للاسف اجابه خاطئه. سنتر تاسك، فكروا. عايز اجابه بقى دلوقتي. ماشي طب نحسب الكالكوليتر. لا انا عايز اجابه، انا عايز اجابه، انا عايز اجابه وانتم ما تستنوهمش، عايز اجابه. دي خلاص تمام دي. طب ايه؟ ها ماشي. نمبر 2 نمبر 2 2 over 5. مين اللي بيتحمل مسؤوليتها ده؟ مينا تتحمل مسؤوليتها. كله قال لك ماليش دعوه. انا هبقى معاه لو طلعت صح. هو معانا اه بس انا ماليش دعوه في اللحظات الحرجه دي، ماليش دعوه. انا في اللحظات دي خجول جدا، ماليش دعوه بالكلام ده. صح. مين هتحمل مسؤوليه الاجابه دي؟ هو انتوا كده كده يعني انتوا كده كده متفوقين بس 2 over 5 r جبتها ازاي طيب؟ فكرت فيها ازاي؟ r over 2 اللي هي الار البارل دول هيبقى ار اوفر 2. اها 2 ار هيبقى ار اوفر 2 بارل ل 2 ار. فهمتها؟ برافو عليك، اجابه صحيحه. الاثنين جراوندد اللي على اليمين واللي على الشمال دول مع بعض اقفلوا السيركت، جراوند وجراوند اقفلوا السيركت كملوها. فده ار وده ار اللي على اليمين وعلى الشمال دول سيريس، اقفلوا الجراوندد ببعض سيريس، والار اللي في النص يعتبروا بارل، فدول هاف واللي على الجنب 2 يمين وشمال ب 2 2 هاف بارل مع بعض، 2 هاف بارل مع بعض يدوا 2 اوفر 5. برافو عليك يا مينا. كده تاسك وصلنا ل 50. 911 30 تفوق تاسك في المرحله دي. احتمال يكون في الماركس في الامتحان، احتمال يكون 911 جايب رقم احسن. هنشوف وهنجمع. اشكركم جدا، هنتقابل في راوند 2 ان شاء الله.